نبتدي الأول تصفحنا كده لمواقع التواصل الاجتماعي. وقبل مواقع التواصل الاجتماعي شفنا الأسبوع اللي فات ده حملة إعلانية الحقيقة أثارت استياء معظم الستات في مصر، ومواقع التواصل الاجتماعي خدتها وابتدت تتكلم عنها إن إيه الطريقة اللي أنت بتخاطب الستات بهذه اللغة إزاي؟ إيه الرسالة اللي أنت عايز توصلها؟ هي شركة زيوت عاملة إعلانات بيلبورد في كل مصر: انت عانس، ظل راجل ولا ظل حيطة، عريس في البيت ولا شهادة على الحيط. كلها كلمات وتعبيرات الحقيقة مش فاهمين هما انت بتعمل ايه. يعني احنا سمعنا قبل الهوا على طول ان عامة الحملة دي اتسحبت، اكسر للبنت ظل بيطلع لها، انا مش 24، انا الحقيقة فعلا مش فاهمة ايه الغرض. وهي انت عانس والصوابع بتشاور على البنت، وهي حاسه ان هي عامله او ان هي عندها نقص ما، يعني عشان هي يعني الفكره كلها الحقيقه كانت غريبه جدا، وخصوصا ان ده في الاخر اعلان زيوت. انا مش فاهمه فين الربط، عايزه ربط، عايزه حد يربط لي الموضوع ببعضه يا جماعه، مش قادره افهمه خالص. لكن واضح ان الحمله اتسحبت واتشالت من مناطق كثيره، وده كان المفروض اللي يحصل الحقيقه. احنا كنا عايزين المسؤولين عن الحملة يكونوا موجودين معنا، لكن هم الحقيقة تراجعوا في آخر وقت براحتهم. لكن احنا محتاجين نفهم حملة زي دي لما تبقى منتشرة في مصر كلها كده المفروض الستات يعملوا ايه. انا مش فاهمة الرسالة اللي انتوا عايزين توصلوها ايه بالظبط. احنا معانا يعني المفروض عايزين ناخد اراء الناس في القصة دي. هل انتوا شايفين ان ده شيء مظبوط ولا ايه؟ انا مصدومه اصلا الحقيقه من الموضوع ده. المفروض هيكون معانا على التليفون الكاتبه غاده عبد العال. وغاده عبد العال الحقيقه كان ليها كتاب لو فاكرينه، عايزه اتجوز، اللي بعد كده اتحول لمسلسل ببطوله الفنانه هند صبري. الو الو، مساء الخير يا غاده. مساء النور، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في الحمله دي يا غاده؟ الحملة دي أظن هي يعني بقى في فترة من فترة كده بقى في منتجات كتير ناس بتحاول إنها تعمل حملتها الإعلانية في إطار اجتماعي أو في إطار حاجة تخاطب المشاعر أو حاجة تتكلم عن حاجة اجتماعية موجودة عندنا في مصر. بس أعتقد إن هو تم صياغة الحملة بغباوة شوية. يعني هي الفكرة إن هم كانوا عايزين يعني هل تعتقدي إن خانهم التعبير؟ هم التعبير هم ما درسوهاش صح، او هم يعني كانوا عايزين يخيطوا قصه بيضاء. يعني انا مش فاهمه تحديدا الفشل جاي منين، بس هي طبعا موضوع فاشل جدا ان انا احط الكليشيهات اللي هي ان انا عايزه احاربها بالخط العريض في ميادين مصر من غير ما اصلح حواليها حاجه، يعني من غير ما اقدم طب ايه الرساله الايجابيه اللي انا عايزه احطها. هم كانوا متخيلين ان احنا كده والله هنعمل فتره تشويق وبعد كده بقى هننزل بالايجابيات، بس الحقيقه ان كل بنت صحت الصبح بتركب ميكروباص عشان تروح شغلها تتصحب فيه طول النهار، بصت فوق راسها لقت حد بيشاور عليها وبيقول لها انت عادي. فكل واحد ماشي في الشارع لقى اكثر البنت طلعت على 24 على انها صحيح ده فعلا ده كلام بيتردد وكلام مظبوط. فهم ما حققوش اي غلط، بالعكس عملوا قدموا. انا متهيألي ان هم استعدوا الستات اللي متهيألي كمان هم اللي معنيين اكتر بالمنتج اللي هم بيعلنوا عنه. هو اصلا يعني لان مفيش اي علاقه بين المنتج والطريقه، الحقيقه انا مش قادره اشوف اي علاقه. هي 90% من الناس اللي شافوا اليوفط اساسا ما ربطوش بينها وبين اي منتج، يعني لان هم حتى البيل بورد معموله بشكل فاشل جدا، حتى اسم المنتج بتاعهم صغير جدا ما حدش خد باله منه. فالموضوع كله اكن في حمله مجتمعيه بتشن ضد الستات، اكن الست مستهدفه. الست هي طبعا مستهدفه عموما في المجتمع يعني، بس الست فعلا مستهدفه. قولي لي طيب انت شوفي اكتر قضيه الست بتكون مستهدفه فيها هي ايه يا غاده؟ موضوع الجواز ان هي عانس، فكره الست دايما ان هو محطوط لها اكسبيريشن ديت كده، واحنا محملينها كل المسؤوليات وبنتهمها بانها شخصيه مش ما تتحملش مسؤوليه، في نفس الوقت محملينها كل مسؤوليات البيت مثلا، ومحملينها مسؤوليه نفسها ومحملينها مسؤوليه الغلا حتى. والله شوف الناس تلبس طب يلبسوا ايه، هو ده سبب الغلا اللي في البلد. يعني اي حاجه في الدنيا فيها مشكله غالبا هنا في المجتمع بنحب ان احنا نرميها على راس الست وخلاص. تمام، ميرسي جدا لوجودك معانا يا غاده. وانا عايزه برضو اكد عليكم تاني ان احنا حاولنا نتصل باحمد عليمي اللي هو المسؤول عن الحمله الاعلانيه دي، نحاول نفهم وجهه نظرهم
كانوا عايزين ايه؟ هل مجرد لفت انتباه او في رساله معينه بيحاولوا يوصلوها؟ هل ده مثلا تيزر وبعد كده هينزلوا بقى بالحمله؟ انا مش عارفه الحقيقه، بس هو عامه هو رفض ان هو يعلق وقفل وما رضاش يطلع معانا. في بقى